بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا شباب في درس جديد. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نشرح كيفية عمل فوتر بسيط، وفي الدروس الجاية إن شاء الله سوف نعمل يعني شكل أحلى بكثير وأصعب. خلونا نبدأ الآن. لو لاحظنا الآن، أنا هون كأني عندي 4 دفات، هذا الدف الأول، هذا الدف الثاني، وهذا الدف الثالث، وهذا الدف الرابع، يلي مبين انهم كأنهم اخدين نفس الويتس، يعني لاحظ المسافة تقريبا تاع هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا. طيب كيف انا بدي اعطيهم كلهم نفس المسافة؟ هل بدي اروح انا اعطي الويتس بالبكسل ولا بالمية؟ لو اعطيته بالبكسل حتصير كوارث في الميديا كويري لما اجي بدي اظبط الموقع على جميع الشاشات. لو اعطيته بالبكسل انا وعم صغر حيصير هون عندي سكرول اكس، يعني حصير في هون انا عندي سكرول، وهذه مصيبة. اما الان اعطيهم ويتس 100%، لو لاحظتوا كيف يعني هذا بيصغر، هذا الموقع عامله responsive. طيب تمام، كيف بدي اقسمهم؟ هن 4، 100 اسمه 4، الجواب 25، يعني كل واحد حياخد ويتس 25%. انا قسمتهم على 100، ساعتها 25 لهذا و25 لهذا صاروا 50، و25 لهذا و25 لهذا كمان هون 50، 50 زائد 50 100%. المهم يكون جمع الويتس تاعهم 100%. لو أكثر 101 هينزل لواحد سطر، يعني هينزل الأخير سطر جديد. طيب تمام، لو كانوا ثلاثة وكلهم والثلاثة أخذين نفس الويتس، كان بكل بساطة 100 اسمها الثلاثة والجواب هو الويتس، وأكيد الويتس بالمية. طيب تمام، خلونا لكن الآن نبدأ بالتكويد. خلونا يعني نكون سريعين. أنا هذه عندي صفحة ال HTML، أنا مستدعي فونت أوسم حنشرحها يعني في آخر شيء. انا مستعمل الاصدار القديم منها مش الجديد. المهم هذا الفوتر، هذا التاج بال HTML5 معناه يعني من انت مجرد ما تقراه هتعرف انه هذا معناه فوتر. يعني الناس اللي ما بدها تستعمل فوتر فيها تستعمل div class equal footer، div class equal my footer، يلي بدكم. طيب الان لاحظوا في div هون يعني class اسمه container. خلينا نشرح فكره الكونتينر بسرعه. مثلا ها خلينا نكتب نحن هنا طلع. لو لاحظنا أول شيء، الكلام منه بدأ من الأول، من هون الكلام بادئ من هون ومنتهي من هون، هذا هو الكونتينر. طيب الباك جراوند، هذه الباك جراوند بدي أعطيها للكونتينر. لو بدي أعطيها للكونتينر، ما الكونتينر بادئ من هون ومنتهي من هون، ساعتها هون حيكون أبيض وهون حيكون أبيض، لهذا أنا هذه الباك جراوند بعطيها للفوتر، واللي داخل الفوتر اللي هو الكونتينر بحط المحتوى فيه. مثلا على سبيل المثال، مثلا خلينا نحن نعمل فوتر حاليا، خلينا نعطيه مثلا نحن هايت، ليكن الهايت 40 بكسل. طيب تمام، وهذا الفوتر عنده هذا لون الباك جراوند، بس عنده باك جراوند. طيب تمام، دوت كونتينر عنده الهايت اخذ هو 100%، تمام، وعنده هو الويتس، اتفقنا، هو بادئ من هنا ومنتهي من هنا، يعني أخذ ويس تقريبا وليكن 80%، وهو أخذ 80% ومارجن ليفت 10%، بدأ من هنا وانتهى من هنا، 80 انتهى هنا، فضل فيه 10، يعني هون كمان 10%، يعني مارجن ليفت 10% والويس أخذ 80%، 10 زائد 80 صار 90، وهون بفضل 10، صار كله مع بعضه صار 100%. الويتس 80%، مارجن ليفت 10%. لاحظوا الآن، هذا كل الباك جراوند للفوتر، للأب الأساسي. وهون الكونتينر بادئ من هون ومنتهي من هون. طبعا نحن لو جينا عملنا انسبكت، هذا هو الكونتينر، بادئ من هون ومنتهي من هون. أما الفوتر أخذ ويتس كامل. طيب لو أنا إشي بدي أعطي مثلا padding top للكونتينر، أيوة الآن تمام، هلأ حنشرح ال padding top، حنشرحها لما نحط المحتوى. طيب تمام، خلينا نبدأ. هذا الديف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، خلونا لكن بسرعة نعملهم، أكيد نحطهم داخل الكونتينر مشان يبدأوا من هنا. حاليا هذا الديف الأول. طيب تمام، الديف الأول أنا عندي image وعندي نص،
SRC يساوي images logo، وهذه هي، هذا هو الصورة. ملاحظة مهمة، يلي بده الصور بكل بساطة يحط لي رابط في التعليقات وببعت له كل الصور. طيب تمام، هذا الديف الأول. الديف الثاني، لو لاحظنا هذا عنوان، والعنوان بيكون H1 H2 H3 H4 مثلا. خلينا نحن نستخدم ال H3، ال H3 كويس، فنحن بسرعة نعمله. طيب وهول شو هن هول؟ هول UL وال I، هذا ليست، هذا كله UL وال I. خلينا لكن نحن بسرعة نعمل نحن UL، نعمل نحن هون ال I، وليكن ال I مثلا، خلينا نحط ال I اي هرف، بركي مثلا واحد بده يشغلهم. يعني لما نيجي نحن نعمل موقع كبير، هول بيكون عادة اي هرف، مشان لما اضغط عليهم يودوني على مكان معين. طيب خلينا نحن نحط لنا مثلا وليكن شي 6 7، بس خلينا نحن هون نحط مثلا تويتر، مثلا انستغرام. طيب تمام، 6 بالمكفى. لو لاحظنا الديف الثاني، قصدي الديف الثالث، نفس الديف الثاني، يعني كمان قائمة وفيها عناوين، منها مشكلة، بس هذا نحطه 2 وهذا نحطه يعني 1. طيب الديف الثالث، قصدي الديف الرابع اللي هو الأخير، مثلا ديف. طيب خلينا نحن نطلع على فكرة هذا الديف، هذا الديف في 4 ايمج. طيب الآن كيف بدي أقسمهم؟ مثلا هذه على اليسار وهذه على اليمين. هلا بكل بساطة، خلونا نعمل لكل ايمج ديف، يبقى أفضل شيء، أو فينا نحط الأربع ايمج وبصير الايمج هذه بعدها. بس لا لا لا، الأفضل ديف مشان نعطي الويتس، يعني يكون الويتس ظابط، مش ايمج ونفوت بالويتس تاعها هذه 100% وهذه، لا لا، ديف أفضل. خلونا نعطي أربع ديفات، كل ايمج بديف. طيب هذا ديف 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 ديف، أول ديف وليكن نحن حنعطيه، لو أعطينا هذا ويتس 50% وهذا ويتس 50%، وأكيد فلوت ليفت صاروا على نفس السطر، بس الإيمج حتاخد الويتس 100%، يعني الإيمج هذه مش حيكون في فراغ، لأن هي أخدة هذه أخدة 100% وهذه أخدة ويتس كمان في 100%. لا، وليكن هذا حنعطيه ويتس 48% وهذا ويتس 48%، 48 زائد 48 حيعطيني 96، فضل شو 4%. لكن مارجن هذا نعطيه مارجن ليفت 4%، أصبح في الفراغ. وأنت أكيد يعني فيك تغير الويتس، أهم شيء يكون جمعهم 100%، سواء أعطيت هذا ويتس 40 وهذا ويتس 40، فضلك 20 مثلا، بصير هذا مثلا تعطيه وليكن، فيك تعطيه ساعتها مارجن ليفت 10% يعني عادي، أو 20%، يلي بدك أنت، المهم يكون جمعهم كلهم 100%. طيب تمام، خلينا نحن نحط أول ديف، وعنده هذا عنده ايمج SRC يساوي نحن هون images footer. بعدين في شيء مهم انا بدي اتكلم فيه عن الصور، كيف نحطها بملفات، يعني كيف نحطها باسماء فولدرات معينة. طيب تمام، نحن خلصنا. بملاحظة هون هحطهم اخر شيء، اخر شيء من لان فونت اوسم هنستريهم اخر شيء، لو لاحظنا. طيب تمام، الآن نحن هذا بس نشيل هايت 40 بيكسل. طيب تمام، هذا هو الفتر. خلينا نقسمهم، نخلي الأربع دفات الأساسيين يكونوا جنب بعضهم. طيب الآن فوتر دوت كونتينر ديف. هلا لاحظوا المصيبة يلي حتحدث. شو هي المصيبة يلي حتحدث؟ حتصير لو أنا أقول له الآن footer dot container space div، طيب حيروح على كل الديفات اللي داخل الكونتينر يعطيها نفس التنسيقات. طيب أنا في ديفات ما بدي هون، بس أنا هون عندي أربع ديفات كمان حيتأثروا بالتنسيقات. طيب أنا ما بدي، أنا بدي بس الأساسيين، أما يلي مثلا بداخل هول، مثلا هون لو هون حتى هون في div ما بدي يتأثروا. طيب كيف؟ بكل بساطة، في علامة جميلة أنا شرحتها بدرس النفر. هذه العلامة، ما معنى هذه العلامة؟ هذه العلامة يعني الدفات يلي داخل الكونتينر، بس ما كلهم، يلي فقط الأب بتاعهم اسمه دوت كونتينر. خلينا نشوف هذا الأب بتاعه مين؟ الأب بتاعه هو دوت كونتينر، وهذا نفس الشيء، الأب بتاعه هو دوت كونتينر، وهذا نفس الشيء، وهذا نفس الشيء.
بس هذا الأب بتاعه مين؟ الأب بتاعه هو ديف، يعني الأب بتاعه يعني هو مثل يعني يلي موجود يعني مثلا هذا الأب بتاعه، يعني هذا بيكون ابن من هذا. طيب هذا الأب بتاعه هو ديف، ما حيتأثر، هذا حيتأثر بس هذا مش حيتأثر لأن الأب بتاعه منه دوت كونتينر، الأب بتاعه ديف عادي. طيب تمام، نحن اتفقنا ان احنا شرحنا كيف نقسمهم. 100% قسمة 4 يساوي 25%. طيب تمام، واكيد انا حروح انا اعطي الان فلوت ليفت يجوا جنب بعضهم. هلا كمان هون احنا في مشكلة جميلة جدا حتواجهنا. ايوه تمام، الان واجهتنا مشكلة، بس انا هنتأكد من هون. ويتس 80% هاي 80. تمام، الان شو يلي صار؟ يلي صار انه الفودر بطل يعطيني باك جراوند. خلونا نحن نروح نعمل انسبكت. لو عملنا انسبكت هو عطيني الويتس 1366 بكسل بس عطيني هاي 0. طيب ليش؟ الان الفوتر تاثر بالفلوت، لما تعمل انت فلوت ليفت الاشياء داخله حيتاثر، الهايت تاعه حينضرب. هل انا بدي اروح اعطي الهايت بالبكسل؟ غلط كبير. اتخيل لو اعطينا الهايت نحن بالبكسل، مثلا انا بعدين هايت وليكن 400 بكسل، كثير جدا 200 بكسل. طيب انا على الشاشات الهواء، على شاشات الهواتف انا بدي اخليهم يجوا جنب بعضهم، يعني لما ادخل انا بعدين في الميديا كويري هشيل الفلوت ليفت وهذا بعطيه ويتس 100%. طيب المهم النتيجة بدي ساعة اجي اعدل على الهايت تاع الفوتر، خلي مثلا الهايت بدل ما يكون 200 بكسل مثلا وليكن خليه يصير 700 بكسل، وهذا صار غلط. كل مرة انا بدي اعدل على الهايت هذه مصيبة. لهذا انا لا، انا بكل بساطة هروح اعالج هذه المشكلة بطريقة تانية، شيء اسمه اوفر فلو يساوي هيدن. عادة هذه اي شيء خارج مثلا عن الهايت اخفيه. طيب هذه شو ما وظيفتها الان؟ هذه وظيفتها تعمل اي شيء، يعني لما تعمل الفلوت عطل الفوتر هايت زيرو، فهذه هلا الان حتروح حتشوف شو هو شو موجود داخل الفوتر وحتاخد الهايت تاعهم، يعني على اساسه مثلا تعطيهم للفوتر. مثلا هذا اكبر هايت عنده، فهذا يعني الهايت حتروح تعطيه للفوتر. ارايتم 320 بكسل حتشوف الهايت تاعهم، يعني حتعمل لك الهايت اوتو، حتعالج المشكلة باوفر فلو هيدن. طيب تمام، الان انا بدي اعطيهم بادينج توب وبادينج بوتوم. انا ما بدي الكلام يبدا من هون، انا بدي الكلام مثلا يبدا من هون. طيب كيف بادينج توب 20 بكسل؟ خلينا نعطي بادينج بوتوم يكون كمان بعد عن تحت 20 بكسل. طيب تمام، لاحظوا المشكلة الظريفة انه هذا ال H3 عنده، ليش هو بدأ من هنا؟ لان ال H3 بياخد شيء اسمه مارجن تلقائي. ال H3 بياخد على طول مارجن تلقائية، يعني بياخد مارجن توب تقريبا 20 بكسل ومارجن بوتوم كمان اظن 20 بكسل. طيب انا هذا بدي الغي المارجن توب، هحطها زيرو. تمام، عالجت المشكلة. دايما خلوا كل هول يكونوا نفس المسافة، يعني بيبدأوا من نفس الشيء، يبدأ من هون، مش هذا يبدأ من هون وهذا يبدأ من فوق، لا خلوهم كلهم نفس المسافة. طيب تمام، نحن لكن هون الفوتر أعطيناه overflow وليكن hidden. هون مثلا H3 وليكن margin top 0. تمام، نسينا ما نعطيه هذا البادينج توب. بادينج توب يساوي 20 بكسل، بادينج بوتوم 20 بكسل، وهون احنا بادينج. طيب تمام، ممتاز ممتاز. طيب تمام، خلونا اول شيء نحن نظبط شكل هذا، لكن خلونا اذا بدنا نظبط شكله هنعطيه بس كلاس مش هنقدر نحدده. للناس اللي درست سي اس اس 3 فيها تستعمل الفيرست تشايلد لاست تشايلد، يعني بكل بساطة نحن نسينا هذا اساسا ما نعطيه عنوان. هل يكون هون H3 يساوي سوشيال؟ طيب تمام، اعطيناه نحن الان عنوان footer dot container مثلا، وليكن ديفي اللي اسمه دوت سوشيال. طيب تمام، نحن اتفقنا دوت سوشيال والدفات اللي بدخله، اتفقنا كل دف نحن نعطيه ويتس
48%. تمام، ونعطيهم float left يجوا جنب بعضهم. تمام، ونعطي هذا الدف الثاني يعني اللي حيكون على اليمين، خلينا وليكن نحن نعطيه class. الناس اللي درسة CSS 3 فيها تعتمد مبدأ ال even وال odd. نعطيه مثلا div class write div، والأخير نفس الشيء لأن الأخير جاي على اليمين. طيب نحنا تمام، استعملنا هون نحنا dot write div، خلينا بس نحنا هون. ممتاز. طيب اتفقنا انه نعطيه margin left 4%. خلينا نشوف اذا نحن في اخطاء، هذا نشيله اكيد. كأنه مش متأثر، هو مش قارئ. div class social، أيوة أنا كاتبها غلط، وأنا هون كيف كاتبها؟ IA. هون نفس الشي IA. تمام، لاحظوا الآن لو لاحظنا مثلا هذا الديف وليكن تمام الويتس تاعه، أيوة خلينا نحن نعمل شيء نسينا ما نعطي للإيماجز، صرنا ما نعطي الإيماجز يلي بداخله نعطيهم شو؟ نعطيهم ويتس 100%. أنا بالصورة يكون الويتس تاعها 100%. أها زبط، هذا الديف الأول أخذ ويتس 48%، وهذا أخذ ويتس كمان 48%، يعني المجموعة تاعهم 96%. طيب تمام، فضل في 4%، 100 ناقص 96 4%، لو أعمل 5 هينزل سطر. أكيد مثلا هذا الأول 48 و4 48، فاللي بعدهم هينزلوا سطر. هلا إجمالا هون المسافات يعني ممتازة، فيني أنا بكل بساطة بس أعطي أنا مارجن بوتوم 2 بكسل، يعني بيكون 5 بكسل بيكون تمام. طيب margin bottom 5 بكسل، ممتاز. انتهينا من هذا الدف، خلينا نخلص الآن الدرس بسرعة، خلينا نخلص هول الـ UL والـ LI. طيب أنا بدرس النافار شرحت إنه الـ UL كمان تاخد margin و padding تلقائيا، تاخد يمكن margin 10 بكسل وكمان تاخد padding تلقائيا. هنروح نحن نحط لهم margin يساوي 0 والـ padding يساوي 0. لو نحن عايزين مسافات نحن هنحط المسافات تاعتنا، مش هنستعمل المسافات التلقائية. خلونا نحن نعمل اللي بيريحنا. طيب خلينا لكن نحن هون نقسمهم. طيب نفس الشيء هذا هنعطيه نفس الكلاس، مثلا كلاس يساوي links، وهون كلاس يساوي links. هلا عادة بالفريمورك مثل bootstrap في عادة كلاس جاهز لل UL بيعمل لك المارجن والبادينج 0. خلونا نحن نعمل مثله، مثلا class يساوي مثلا unstyled مثلا UL، خلونا نعطيهم unstyled UL، خلينا نعطيهم مثل هذا الكلاس. طيب تمام ممتاز، وهذا مثلا نروح مثلا نعمله هون، لأن بالفريم ورك عادة يعني بيكون هكذا، يعني بالبوتستراب حيمر عليكم هذا الكلاس لما تتعلموه. هذا خاص لل UL بيعمل لك دغري margin و padding 0. تمام، نحن هلا خلينا نحن نعالج اللي دوت links. خلينا نحن نشيل هول ونشيل text decoration ونحط color يساوي white مثلا. خلينا نحن هون مثلا footer دوت links، بس هون كان هنحط دوت container دوت links UL وداخلهم ال LI. list style type list style type يساوي none،
ممتاز. والآية اللي بداخلهم أنا بدي شيل text decoration يعني هو الخط يلي تحتهم none، وبدي أنا أحط الكالر تاعهم يساوي white. ممتاز. طيب المسافة لو لاحظتوا الآن ال i فايت بعضه هنا. طيب كيف؟ نحن درسنا شيء بال CSS شيء اسمه line height، بيبعد لك المسافة بين السطور. فيك تستعملها الآن هون. لاين هايت 20 بكسل أظن التلقائي يمكن، أو 23. خلينا نحن مثلا نحط وليكن خلينا نحط نحن وليكن تقريبا 29 بكسل. أرجينا هون، خلينا نحن نكبرهم شوي، نكبر الخط تاعهم شوي مثلا 25. ثانية شوي، الأي خلينا هي عادة الفونت سايز بيجي 16 بكسل، نخليه مثلا 18 بكسل. ممتاز، يعني شكلهم صار أحسن. أو خلينا ال LI نعطيه line height 30 بكسل مثلا، أو خلينا مثل هذا تقريبا 29 بكسل. ممتاز، كويس. طيب تمام، خلينا نبدأ الآن بهذا. هذا أنا تركته للآخر لأن انظروا الآن. هلأ هم بالنسبة للألوان مش مشكلة، هلأ بنغيرهم. لو لاحظتوا هذا الكلام عشوائي يعني حيدخل في هذا، وهذه شغلة مزعجة. هلأ للناس اللي مش دارسة CSS 3، اللي دارس CSS 3 في يستعمل شيء اسمه Box Sizing Border Box، مشان لما يعطي مثلا Padding Right، يعني هون يعطي Padding Right ما يتأثر اللي جنبه، ما يأثر على الويتس. طيب الناس اللي مش دارسة هلأ CSS 3 سيبنا من هذا الحكي. هذا هو ال P، هنعطيه نحن بكل بساطة شيء اسمه Padding Right 5 بكسل، هيبعد لي من هون مثلا 5 بكسل. يعني رأيتم؟ وليكن هذا هو مثلا، وليكن هذا. ممتاز، كويس كويس، 13 بكسل يبدأ من هون. لما بعدين نحن هنعمل هون إجمالا line height وليكن 20 بكسل تلقائي تقريبا. طيب line height 22 بكسل. طيب خلينا نحن نصغر شوي حجم الخط. البالانس 16 بكسل هو الأساسي. 15 بكسل كويس. طيب خلينا نحن نحط نحن هون هون يكون مثلا يكون كلاس hours مثلا، وليكن مثل هون. وهون نحن اجمالا نحن تقريبا مثلا footer dot hours، فين انا حط دوت كونتينر انا بس مش نحدد، او فين احط دغري دوت hours. طيب دوت hours هون يساوي ال p. طيب تمام، نحن بس هذا اللون خلينا بقى نضيف عليه نحن هذا اللون ال color. color هو هذا. وبالنسبة نحن هون للأي خلينا نعطي هذا اللون. ممتاز، تقريبا الألوان زبطت. خلينا نحن الآن نستعمل فونت أوسم وننهي بقى وننهي الدرس. أيوة يا شباب، خلينا نحن نبدأ الآن بالفونت أوسم، بس خلينا نحن هذا نحط الكالر تاعهم هو وايت تقريبا. اتش اس كالر هو وايت. ممتاز، الآن أصبح كل شيء تمام وظابط. فين نصغر الويتس تاع الصورة؟ هو آخر ويتس 232 بكسل مثلا، وليكن ويتس 220 بكسل، يبقى 215. أظبط مثلا 215.footer.dev HSV. أيوة هون. هلا كل واحد في يعمل كومنت مثلا ستارت هذا الدف وكذا وهذه الاشياء، بس نحن هلا مشان السرعه هنعمل كل شيء 215 بكسل. ممتاز، وهذا فينا نكبر اس المسافه من هون، يعني نعطيه نحن padding right. يبقى هيك اظن افضل 20 بكسل. طيب فونت اوسم
الفونت او اسم إلها شروحات كتير على اليوتيوب، يعني إلها شروحات كتير ازاي تستعملها. هلا انا هون مستعمل اصدار قديم، خليني انا اجيب الاكواد بتاعتها. ايوه يا شباب، هذا اول كود. تمام، رجعنا عن احنا على الديف الاول. الفونت او اسم إلها شروحات، مثلا هذا الكلاس يعني جاهز، مثلا هذا بيرمز الفيسبوك، هذا حيعطيني مثلا ان تويتر، مثلا هذا حيعطيني ان انستغرام، مثلا خلاص. وهذا خلينا نخليه فيسبوك. يلي منه عارف الفونت او اسم يستعملها، ان شاء الله يعني بننزل شرح فيها، او في شرح على اليوتيوب. يعني اكيد انت لما تنزلها هتستدعي ملف السي اس اس تاعها، وفي ملف بيجي معها اسمه فونتس، بس عليك يعني تعمله بيست هون وهيك، يعني وهيك تقدر تستعملها. فيكن تفوتوا تبحثوا شو هي الفونت او اسم، كيف تستعملوها عادي. نحن انا ما حاشرحها مش ما اطول الدرس. المهم هذه حتعطينا ايكونز، يلي بده هلا الان في بكل بساطه يستعمل ايكونز غير الفونت او اسم، يعني عادي. طيب خلينا نحن لكن الان نبلش ننسقهم بسرعه، لان وقت الدرس شوي بلش يطول. هون نحن اي. طيب تمام، خلينا نحن لكن بس نعطيهم يعني اي شيء، مثلا ويدث 20 بكسل، اي شيء بس مشان يظهر لما اعمل انا انسبكت. انا بدي اعملهم على شكل دوائر، وبدي اعطيهم بوردر مثلا. طيب لما بدي اعملهم على شكل دوائر، تعمل بوردر راديوس، هذه شوي خاصية بالسي اس اس 3، 50%. حتعطيك الان هذا شكله دائرة. طيب بس الان مش حيبين، ليش؟ لان انا البوردر ما عنده بوردر زيرو، فانا حروح اعطيه بوردر 2 بيكسل سوليد يساوي وايت. اشتغلت البوردر راديوس، بتعملك اياه على شكل دائرة، بس لحتى يكون شكله دائرة لازم يكون الويدث والهايت نفس الشيء، لازم يكون الهايت كمان 20 بكسل. طيب تمام، وانا اعطيته بوردر 2 بيكسل سوليد وايت 2 بيكسل، مشان هون يبين، يعني فيك هون انه يبين شكله، او مش اعطيته منه مبين انه دائرة. طيب تمام، بدي انا هذا احطه بالنص كمان. طيب خلونا نحن هون نعطي هذا 30، نكبرهم. طيب انا بدي احط الايكونز في الوسط. بكل بساطة لما صار في ويدث التكست الاين حتشتغل سنتر. طيب ممتاز. طيب كيف انا بدي اخلي هذا يكون هون بالمنتصف؟ ما نحن قلنا اللاين هايت لما نعطي نحن اللاين هايت، واللاين هايت يكون نفس ذاته الهايت 30 بكسل، هيحط لك اياهم بالنص. ارايتم؟ هذه بكل بساطة. طيب خلص تمام، نعطي مثلا نحن باك جراوند بلاك وكولر يساوي وايت. طيب خلص، خلصنا لكن التطبيق خلص. بس نحن نتأكد من شغلة، هذا الديف لو لاحظنا ديف كلاس سوشيال، ايوه هذا الان مش متأثر بالفلوت، اخذ دلو اخذ هايت. هذا هو التطبيق، تطبيق بسيط جدا وسهل. ان شاء الله في التطبيقات القادمة انا حاشرح فوتر قصة اصعب من هذا، فوتر اصعب وبده شكل. هذا كبداية، ما حدا يا شباب يجي هلا يقول الفيديو مثلا نصف ساعة وطويل وكذا، لا 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 لا، الفيديو بسيط. مش شو بدك بالوقت، انت ركز على المعلومات اللي انا عم بعطيها، المعلومات اللي انا عم بشرحها قليل يلي بيشرحوها. مثلا لما كنت عم بدرس البوت ستراب كان درس الفوتر ثلاث فيديوهات، وكل فيديو كان 15 دقيقة. لما كنت انا عم بدرس البوت ستراب من زمن، اللي انا عم بشرح كنت عم بدرس من اسامة الزيرو، كان عم بشرح نفس الشرح هذا بس على البوت ستراب. اما لان انا شرحت لك الجريد سيستم، يعني طريقة التقسيمات كيف، يعني هذا بده شرح. اول فيديو اكيد بدك يعني يكون شوي طويل لتفهم انت الشرح، والباقي انت حتعمله بنفسك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.